السلام الله عليكم مشاهدينا ورحمة وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة لهذا اليوم من المشهد العربي. كشفت تسريبات بنما أو ما صار يعرف إعلاميا بأوراق بنما النقابة عن حجم الفساد والتهريب والتهرب الضريبي لمئات من المسؤولين حول العالم، ليتضح مع هذه التسريبات فصل من فصول الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت العالم في العام 2008، وإلى أين ذهبت مليارات الدولارات التي كانت أحد أبرز ملامح الأزمة الاقتصادية العالمية. الشرق الأوسط كان له حصته في فضيحة بنما، حيث كشفت الوثائق المسربة عن حجم الفساد لدى الكثير إن لم يكن جميع حكام العرب الحاليين والسابقين، ليعيد ذلك تساؤلات حول أسباب فقر شعوب المنطقة العربية وكيف تكدست الأموال في جيوب الأنظمة السياسية وبعض المقربين منها. وتؤكد الوثائق على ما للفساد في العالم العربي وتحولاته لمؤسسة قائمة بذاتها. ويبقى السؤال القديم الجديد في المنطقة العربية الذي يطرحه المواطن العربي في وجه المسؤول: من أين لك هذا؟ في مشهد اليوم مشاهدينا أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، الخبير في الشؤون الاقتصادية سيد محمد عايش، أرحب بك سيد محمد عايش، وكما أرحب بالصحفي في جريدة القدس العربية الأستاذ أنور القاسم، أرحب بك أستاذ أنور. حياك الله. لو بدأت معك أستاذ محمد عايش، يعني قضية أوراق أو وثائق بنما طغت على المشهد الإعلامي مؤخرا في العالم وليس فقط في العالم العربي، واعتبرت أكبر فضيحة بعد فضيحة وثائق ويكيليكس أو تسريبات ويكيليكس. ما هي أوراق بنما كما قرأتها، ولماذا أطلق عليها هذه التسمية؟ يعني هي أولا تفوقت على ويكيليكس وتفوقت على تسريبات سنودن، وهذه ربما أو ليس ربما، من المؤكد حتى الآن هي أكبر تسريبات في تاريخ البشرية. لم يسبق أن تم تسريب 11 مليون و500 ألف وثيقة دفعة واحدة من مكان ما. هذه الوثائق تعود لشركة خدمات قانونية واحدة، مكتب محاماة موجود في بنما. هذا المكتب تبين بأنه يقوم بتأسيس شركات، هذه الشركات معظمها إن لم يكن جميعها موجودة في بريتش فيرجن آيلاند، وهذه الجزيرة أو هذه الجزر يعني أو هذه الشركات التي يتم تأسيسها في هذه الجزر عادة ما تكتسي سرية كبيرة، وهذا ما يتيح للفاسدين في العالم العربي وفي مختلف أنحاء العالم أن يقوموا بتأسيس شركات من أجل إخفاء أموال ربما نهبوها أو تهرب من ضرائب أو عمليات غسيل أموال أو عمليات غير قانونية بشكل أو بآخر. الآن هذه الوثائق تسربت بالمناسبة قبل أكثر من عام، وتم توزيعها على أكثر من 70 مؤسسة إعلامية، وهؤلاء قاموا بالتحقق منها أو قاموا بقراءتها ودراستها والتحقق منها، ومن ثم بدأوا عملية النشر بشكل يعني بشكل متتالي في الأسبوع الأول من شهر أبريل أو قبل أيام قليلة. الآن هذه الوثائق تتضمن كم هائل من الشركات التي تم تأسيسها بشكل سري لصالح شخصيات كبيرة في العالم. ما يهمنا الآن بالنسبة للمشاهد العربي أن نوضح له قضية بالغة الأهمية. احنا سمعنا عن استقالة رئيس وزراء أيسلندا، والآن هناك فضيحة تلاحق رئيس الوزراء البريطاني، وفضائح أخرى تلاحق الكثير من النجوم والمشاهير والسياسيين في العالم الغربي وكذلك في العالم العربي. هناك فرق كبير بين العالم العربي والعالم الغربي. الفرق أن الحديث يدور هنا مثلا في بريطانيا فيما يتعلق في ديفيد كاميرون، لا يدور مطلقا الحديث عن سؤال من أين لك هذا. المشكلة أن هناك عملية تهرب ضريبي، يعني هناك انتهاك للقانون. إحنا في بلادنا حكامنا ينتهكون مئات القوانين يوميا إن لم يكونوا أصلا هم فوق القوانين. سنأتي على هذا الموضوع في الجزء الثاني. أما فيما يتعلق في الأموال المحسوبة على العالم العربي، فقط بس للتوضيح الفرق بين الحالة في العالم العربي
الحال في الحال في العالم الغربي. في العالم العربي الحديث لا يدور عن أموال تهرب ضريبي، الحديث يدور عن نفس هذه الأموال التي تم استثمارها في هذه الشركات أو تم تدويرها أو تم غسيلها في هذه الشركات المسجلة في بريتش فيرجن آيلاندز. أستاذ أنور القاسم، يعني ما أهمية هذه الوثائق وما الذي كشفته ولماذا أثارت كل هذه يعني كل هذا اللغط وهذه الضجة؟ هل يمكن تسميتها بالفضيحة؟ يعني هي فضيحة الفضائح وليست فضيحة فقط. أولا حقيقة ربما يكون بشكل أو بآخر يعني الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي بشكل أو بآخر لها يعني خيوط مرتبطة بالتهرب الضريبي، الشركات الكبرى الأوفشور، الشركات التي تحكم العالم العابرة للقارات التي يعني تتهرب من الضرائب، تحصل على عشرات بل مئات المليارات لكنها تتهرب بطرق قانونية بطرق غير قانونية مشروعة عن طريق غسيل الأموال. أيضا كل ذلك ساهم بالأزمة الاقتصادية. العالم لا زال بأزمة اقتصادية، صحيح أن العالم خرج من عنق الزجاجة كما يقال، لكن الأزمة الاقتصادية لا زالت مستمرة. يعني لا زالت الحكومات الغربية والأمريكية والصينية تحتاج إلى سنوات طويلة حقيقة لتحقيق نوع من الانفراج أو للاطمئنان. ما يحصل هذه ما حصل من خلال هذه الفضيحة، أولا أنها تناولت أكبر عدد ممكن بالتاريخ من الشركات. الشركة التي يعني الشركة الكبرى التي تقود هذه العمليات هي موساك فونيسكا. هذه الشركة تخيل تتعاطى بكل شيء من اقتصاديات الدول، عرضت خدماتها على الصين للاستثمارات الخارجية، كانت تعرض خدماتها على كل الدول العربية الأجنبية الكبرى، الشركات التهرب الضريبي. يعني أنت الآن أمام حوت عالمي لا يعرف حتى الآن الخيوط المتشابكة له. يعني ربما تكون هناك دول وراء هذه الشركة، هناك دول كبرى وراء هذه الشركة، وبالتالي هذه الدول ستطالها التحقيقات. كل فروع الأمن والمخابرات الآن في كل دول العالم تعكف على دراسة هذه الوثائق. هذه ستكون يعني طامة كبرى، ليس فقط حقيقة بالنسبة للدول الغربية، أيضا بالنسبة للدول العربية. هناك من يتحدث مثلا، لو تحدثنا عن الدول العربية، هناك وثائق تتحدث عن مئات وعشرات المئات من المليارات التي هربت ووضعت في بنوك وتهربت من الضرائب وسرقت ونهبت ووضعت في بنوك خارجية. الجزر التي نتحدث عنها ليس فقط الجزر العدروات كما يقال البريطانية، هناك الكايمن، هناك أيضا جيرزي، برمودا، أيضا الكاريبيان، هناك بعض الملاذات الضريبية. الآن ماذا سيحصل؟ طبعا نحن دائما بذيل القائمة العرب بدون استثناء الدول العربية. الآن هناك يعني حقيقة ما يحرك، أنا ما أراه قد يحرك ويغير، هي بريطانيا. ما حصل في بريطانيا هي نواة لتغيير حاصل في النظام المالي الدولي، كل النظام. الآن بريطانيا يعني ما حصل لرئيس الوزراء البريطاني، المطالبة باستقالته، المظاهرة التي خرجت يوم الأحد تطالب باستقالته، مما فرض عليه للمرة الأولى في تاريخ رئاسة الوزراء البريطانية أن يعرض رئيس الوزراء نعم كشف حتى بأجار البيت بالمصاريف، حتى المصاريف الطبخ وغير ذلك. يعني هذا يعني هذه لم تحصل في تاريخ بريطانيا، هذه بداية. هذه أيضا هناك شركة، هناك المفوضية الأوروبية اليوم تتحدث أنها ستجبر كل الشركات وستتفاوض مع بريطانيا على كشف. ماذا يعني هذا؟ أنت تتحدث عن تريليونات مهربة كلها سوف وكلها ستكتشف إخضاعها للتحقيق. نعم، الآن السؤال المطروح الكبير، الكل الآن يضع البطحة على رأسه، يعني بمعنى آخر خاصة الدول العربية. أنت تتحدث عن عشرات المليارات ربما تذهب ضرائب. نعم. يعني أنت تتحدث ربما يكون لها أثر رجعي، بمعنى آخر أنت لم تدفع ضرائب لعشر عشرين سنة، أوكي عليك مثلا أنت عندك مئة مثلا على سبيل المثال عندك 100 مليون
طبعا هذه مبالغ تافهة بالنسبة لل 100 مليون، أنت عليك مع الضرائب مع التهرب مع كذا عندك 75 إلى 80 مليون، يعني أنت بنهاية المطاف لن تحصل على الجزء النزر اليسير من هذه الأموال، وقس عليها باقي الأمور. إذن نحن أمام فضيحة كبرى، أمام تغير زلزال حقيقي بالنظم المالية والاقتصادية وقد تكون السياسية. نعم. طيب أستاذ محمد عايش، يعني السؤال الذي يطرح ربما بشكل بديهي، لماذا بنما؟ هل لذلك علاقة ربما بقناة السويس وقناة بنما؟ لا لا، بطبيعة الحال لا، بكل تأكيد لا. هي الشركة هاي يبدو أنه أولا هي بنما دولة بعيدة نسبيا عن الدول التي الغنية التي تريد إخفاء الأموال، وبالتالي التعامل مع شركة هناك أو شركة وسيطة هناك يكون غالبا غير متوقع بالنسبة للتحقيقات الاستقصائية. لكن الأهم من ذلك أنها قريبة من الجزر التي يتم فيها التسجيل، يعني هم بنما قريبة من هذه الجزر التي يتم فيها تسجيل الشركات التي تمثل ملاذات آمنة للضرائب وللأموال المهربة، وبالتالي هي الوسيط المهم. وأيضا هذه كل هذه الشخصيات تريد وسيطا، لأنه هي لا تريد أن تقوم بتأسيس الشركات بشكل مباشر هناك حتى لا تظهر في الصورة، وهذا كان واضح في بعض يعني التحركات المتعلقة مثلا بأحد رؤساء الدول العربية، كان في ينقل الملكيات كل سنة، يعني إحدى الشركات نقلت ملكيتها في 2007 ثم نقلت ملكيتها في 2011 ثم نقل ملكيتها إلى نفس الشركة التي أسستها، تنازل هو عن الشركة بعد أن وثق بهم، هم أسسوا له في 2001 شركة، هذا أحد رؤساء رئيس دولة عربية، تخيل رئيس دولة عربية، هذا ما بينفع زعيم عصابة بالمناسبة. هذا لو حطيناه زعيم عصابة هذا بينفع زعيم عصابة. ذكي جدا، خلي بالك، هو أسسوا له الشركة في 2000 وتعامل معهم لل 2007 ثم في 2007 سلمهم إدارتها، ثم في 2011 تنازل في 2011 يعني من بداية الثورات العربية. نعم. لما خاف على أمواله حتى هو مخفي تنازل عن الشركة بالكامل، أصبحت ملكيتها لهؤلاء، وأبرم عقدا بالباطن بينه وبين هذه الشركة الخدمات القانونية حتى يحفظ حقه في الشركة الموجودة في الفيرجن آيلاند. نعم. طيب سأعود لك أستاذ محمد عايش. سيد أنور القاسم، يعني هذه التسريبات هددت سمعة الكثير من الشخصيات الشهيرة حول العالم، يعني ما هي مواصفات من خلال قراءتك لهذه الوثائق، ما هي مواصفات هذه الشخصيات التي تورطت في هذه الفضيحة؟ لا توجد شخصية لديها أموال لم تتورط ببساطة شديدة. تخيل حتى يعني الآن يعني خلينا ندرس الموضوع أو نأخذه ببساطة نواة صغيرة من بريطانيا. الآن رئيس الوزراء اعترف، رئيسة وزراء اسكتلندا اعترفت بالموضوع، الآن ينتظر من وزير المالية أوزبون أن يصرح وهذه ستكون طامة كبرى. بعد أيضا هناك الآن مطالب بكل الحكومة البريطانية والشخصيات البريطانية ورؤساء الشركات. اليوم بالمناسبة جريدة التايمز نشر فضيحة لجورج أوزبورن، شركة عائلية دفعت، منشيت جريدة التايمز، شركة عائلية دفعت 45 ألف باوند لجورج أوزبورن ولا تدفع أي ضرائب للحكومة. نعم. فالآن أنت خذ على قص على هذا الموضوع، أنت الآن أمام يعني كل حتى المواطنين العرب الموجودين رجال أعمال دون استثناء، الجميع له شركات مسجلة في جزر العذراوات أو في جيرزي أو في كايمان أو في باقي الجزر البريطانية. أولا هؤلاء الآن الجميع يتحسس، يعني الجميع خائف، الجميع ينتظر ما يحصل في بريطانيا. حقيقة بريطانيا لن ترحم أحدا في هذا الموضوع، ولنكن واضحين، بريطانيا كانت تدرك منذ البداية أنها تركت منفذا في القانون لهذه الشركات للاستثمار بصناديق أو في الأوفشور أو شركات الملاذات الضريبية. الخشية لدى البريطانيين الآن هي أن تفتح السندات الائتمانية، وهي هذه السندات معظم هذه السندات موجودة في بريطانيا، هي سندات عالمية. الآن خشية هناك مطالب أوروبية أن تفتح السندات الائتمانية، وهذا سيفتح باب الجحيم على بريطانيا. بريطانيا تريد أن تستبق هذا الموضوع بأن تسد النافذة الكبيرة وهي الملاذات الضريبية كي ترضي الآخرين بأن لا تفتح ملفات السندات السيادية. والسندات السيادية هي يعني أنت تتحدث عن أموال بمئات المليارات، وهذه كبيرة جدا. الفضائح الآن
للأسف الشديد لاحظ الصحافة كما تفضل زميلي محمد، لاحظ الآن الصحافة الغربية يعني بالمرصاد كل يوم، كل في فرنسا، في ألمانيا، في بريطانيا، في أيسلندا، في الولايات المتحدة، كل يوم هناك تسريبات وكشف جديد لإحراج القادة وإسقاط الزعماء وكذا. لاحظ الدول العربية كأن هناك اتفاقا أو اتفاق ضمني بين الدول العربية. لا يا ريت بتهاجموا، بحكي لك هاي مفبركة. نعم اسهل شيء بحكي لك هذا كذا. نعم انتم بتهاجمونا ونحن بنهاجمكم، بس بشكل عام. يعني مثلا انت تلاحظ مثلا الحلف هذا بيهاجم الحلف هذا، الحلف هذا بيهاجم الحلف، لكن دون وثائق ودون يعني ما في اي نوع من الحقائق. الغرب ياتي بالوثائق ويلاحق ويذهب الى البرلمان والقضاء ليعري هذا الموضوع. طيب نحن ماذا استفدنا من هذا الموضوع؟ لا زال الامر حبرا على ورق، لا زالت فقاعات اعلاميه لا تغني ولا تسمن ولا فيها اي قيمه. نحن بحاجه الى قضاء، بحاجه لمجتمع مدني الان، بحاجه لصحافه تكشف هذا الموضوع، بحاجه لحمله كبيره. اشكر الحوار على فتح هذا الموضوع، يجب ان تكون تقتدي كل الفضائيات العربيه حقيقه بتخصيص عشرات البرامج لكشف هؤلاء السراق، هؤلاء النهابين، هؤلاء القتلة، هؤلاء الذين يمتصون دمنا، لكشف هؤلاء وبالتالي عودة هذه الأموال بطرق قانونية بآليات معينة. لكن يجب التركيز على هذا الموضوع. طيب سيد محمد عايش، نظرية المؤامرة طبعا قائمة كما ذكر الأستاذ أنور القاسم من خلال اتهامات بدون أدلة لدى الكثير من الأنظمة العربية، ولكن تبقى نظرية المؤامرة قائمة. هناك نظرية أن الرئيس الروسي بوتين كان وراء هذه التسريبات، فيما نظريات أخرى ترى بأن الولايات المتحدة كانت وراء هذه التسريبات، ويستدلون على ذلك بأنه ولا مسؤول أمريكي ذكر اسمه في هذه التسريبات. السؤال، لمصلحة من هذه التسريبات؟ من يمكن أن يكون وراءها؟ يعني أنا في تقديري أنه ليس علينا البحث في ما إذا كانت هناك مؤامرة لهذا التسريب أو لا. هو بكل تأكيد هناك من مول عملية اختراق أو عملية القرصنة التي تمت على هذه الشركة، وهناك من قام بعملية قرصنة معقدة من أجل سرقة 11.5 مليون وثيقة. لكن هذا ليس مهما. السؤال، هل هذه الوثائق صحيحة أم هذه وثائق كاذبة أو مزورة؟ الجواب، هذه وثائق صحيحة، سواء كان وراءها بوتين أو كان وراءها الولايات المتحدة أو كان وراءها طرف ثالث. هذه الوثائق علينا أن نجيب على سؤال واحد، هل هي صحيحة أم غير صحيحة؟ إذا كانت صحيحة فعلى كل دولة أن تتحقق من ذلك. ليس مهما من هو المستفيد في النهاية، المهم أن هناك إجراءات أو هناك مسؤولين سياسيين يقومون بأعمال فساد، يقومون بسلوكيات خارجة عن القانون، والآن يتم كشفها بهذه الطريقة. ما أثير حول نظرية مؤامرة، نفس الكلام قيل عن تسريبات ويكيليكس، وقيل عن سنودن، وقيل عن ما تسرب. لكن في المحصلة النهائية، لو كانت هذه الوثائق كاذبة أو مزورة أو مفبركة لما أثارت كل هذه الضجة في العالم الغربي وتم تشكيل كل هذه لجان التحقيق. بينما في العالم العربي أول جواب يقول لك هذه وثيقة مفبركة أو هذا الكلام كذب، فقط يقول لك هذا الكلام كذب. أي شيء تقول له يقول لك هذا الكلام كذب. وهذا ما قصدت حين يعني قارنت ذلك بقناة السويس وقناة بنما، الإعلام المصري يعني. الإعلام المصري بيحكي لك باراك أوباما عضو في جماعة الإخوان المسلمين، وبيحكي لك يعني يروج لأشياء. الآن أنت تخيل الإعلام المصري الآن يقنع الناس، بدل ما يدافع عن حقوق المصريين بيقنع الناس وبيبحث عن وثائق لإقناع الناس بأنه جزيرتي تيران وصنافير هذه ليست مصرية. طب أنتم مصريين مفروض تكون تحاول تقنع الناس أنه هذه ممتلكاتنا وأنه تكون حريص عليها. لا، هو بيدافع عن حقوق الآخرين. طيب. وبالتالي هي الكارثة أنه إحنا في العالم العربي ليس فقط لا يوجد رقابة، وليس فقط أن المسؤولين السياسيين فاسدين، لا، عندما أيضا ينكشف هذا الفساد يقول لك بأنه هذا كذب. المشكلة أيضا أنه تبحث في شبكات التواصل الاجتماعي تجد المواطن الغلبان يدافع عن هذا الفساد، أيضا مقتنع بعض المواطنين الغلابة مقتنعين بأنه هذا كذب. طب هذا الكذب اضطر رئيس الوزراء البريطاني أنه ما نام ليلة الأحد الماضي وهو يكشف عن 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 يكشف عن الأموال، الهدايا التي تلقاها من أمه من والدته، يكشف عنها بالفلس الواحد. طيب هل هذا بسبب وثيقة كاذبة؟ على فكرة ولم يسلم حتى الآن. طيب. لم يخرج من طبعا المشكلة. لا طبعا، هو الآن بقول لك على الأقل عليه 70,000 جنيه استرليني، 100,000 دولار ضريبة. طيب. متهرب منها.
دعنا نشرك معنا في هذا الحوار الدكتور داود كتاب، الكاتب والمحلل السياسي، ينضم إلي من عمان عبر الهاتف. دكتور داود كتاب أرحب بك. يعني البعض تحدث عن أن التسريبات وتوقيتها على أنها يعني ربما تكون مؤامرة، ما رأيك؟ أنا برفض فكرة المؤامرة حول موضوع التوقيت، والسبب بسيط. نحن من المؤسسات اللي 300 صحفي اللي شاركوا في هذا المشروع، ونحن كان عندنا المعلومات هذه من تقريبا سنة، وكان متفق من تقريبا سنة انه راح يكون البث في نتائج ب 3 ابريل. فلو كان في مؤامرة، إلا إذا كانت المؤامرة هالقد يعني دقيقة اللي لها سنة تحاك، يعني من قبل سنة عارفين بالضبط شو راح يصير. أنا بشك في مبدأ المؤامرة حول موضوع التوقيت. لا. لأنه موضوع التوقيت حسب رأيي، حسب مش رأيي، حسب المعلومات اللي عندي واللي نحن كنا جزء منها، مرفوضة، بمعنى أنه مستحيل قبل سنة واحد يقدر يقرر أنه بثلاثة نيسان راح يكون في مفاوضات جنيف، وراح يكون الأمريكان والروس في صراع، وراح يكون في كذا وكذا. فأنا ما بعتقد أنه فكرة المؤامرة حول التوقيت صحيح. طيب أنت في الأردن أشرفت على تقرير استقصائي اعتمد على وثائق بنما فيما يخص الأردن، ما هي أبرز الحقائق التي خرجت بها؟ شوف، يعني عشان يكون المستمعين عندكم على معرفة، نحن زينا زي صحفيين من كل أنحاء العالم. يعني بس عشان أعطيكم وللمستمعين شوية معلومات، 11 مليون وثيقة تم توزيعها عبر 330 صحفي في 100 وسيلة إعلام في 25 لغة. كل صحفي أو كل مجموعة صحفيين حصلت على معلومات بالدولة اللي هي فيها. يعني إحنا حصلنا على قائمة أسماء أردنيين أو مواطنين أردنيين أو فلسطينيين حاملين جوازات سفر أردنية. نحن وصلنا 1700 اسم شخصية مالية سياسية إلى آخره، اللي فاتحة حسابات في الأوفشور أو في 3 دول، هم لوكسمبورغ، جيرسي، وجزر العذراء البريطانية. فهاي المعلومات طبعا نحن كان عندنا أكثر من 8 أشهر ندرسها، نناقشها، نفكر فيها، ونختار موضوع اللي نسوي عليه تحقيق استقصائي. طبعا مستحيل بالفريق الصغير اللي عندنا نحن أنه ندرس 1700 اسم، ونحن مش معنيين في أنه النشر فقط من أجل النشر. يعني إحنا مش هدفنا نشر أسماء. قد يكون بعض الناس اللي سووا حسابات في أوفشور لهم أهداف يعني بريئة، يعني مثلا منظمة التحرير قد تكون بحاجة إلى فتح حسابات صندوق في أوفشور اللي مش هدفه التهرب من الضريبة بالمعنى السيادي، لأن فلسطين ما عندها سيادة، لكن لأسباب أمنية. نعم. لكن هناك آخرون طبعا كان هدفهم التهرب من الضريبة. نعم، ولكن ركزتم نحن ركزنا على شخصية اللي هو أكثر شخصية كان عنده في شركات غير شركات أوفشور، اللي هم شخصية خالد شاهين. خالد شاهين نحن اكتشفنا من هذه الدراسات عنده 26 شركة مختلفة مسجلة في الأوفشور، وهي 26 شركة طبعا إلها أعضاء ولها فروع وإلها تشعبات. فنحن يعني اشتغلنا لمدة طويلة على بناء هاي التشعبات وبناء هذه الشبكة من شركاء رجال أعمال سياسيين غير سياسيين، ووضعناها بخارطة تفاعلية موجودة على الإنترنت في عمان.net، اللي أي شخص بده يطلع عليها ممكن يشوفها. واكتشفنا منها ومن خلالها مجموعة أمور اللي ما كان الرأي العام يعرفها. طبعا خالد شاهين شخصية تم تحقيق معه قبل مدة، وتم سجنه، وتم تهريبه، وتم إعادته. فيعني بعض الناس بيعتبروا أنه يعني شخصية محروقة، لكن نحن اكتشفنا مجموعة كثيرة من المعلومات اللي ما كانت معروفة من أول، أو تم تأكيد المعلومات اللي كانت عند بعض ولكن الناس. السؤال، هل هو الشخصية الوحيدة الفاسدة طبعا في لا الأردن؟ طبعا لا، أكيد لا. بس يعني زي ما قلت لك، يعني كان من ناحية العدد أكثر شخصية عنده شركات
متشعبة، أكثر شخصية متنفذة في الحكومة الأردنية، يعني بعلاقاته مع وزراء وبادعاءاته، مثلا أنا البنتاغون بجيبتي اليمين والسي آي إيه بجيبتي الشمال وإلى آخره. فكان شخصية مثيرة. طبعا هل هو أكثر شخص فاسد في الأردن؟ مستحيل أقدر أجاوب هذا السؤال، لأنه بدون ما نقوم يعني فكرة أنه تقول شخص فاسد أو غير فاسد، يعني أحد الناس بيسترخصوا هذه العبارة وبيحكوها جزافة. نحن كإعلاميين مهنيين مستحيل نحكي عن شخص فاسد بدون ما يكون عندنا الإثبات والمعلومات والوثائق الدامغة. أشكرك. كون شخص عنده شركة في جزر فيرجن آيلاندز لا يعني بالضرورة أنه فاسد. أشكرك جزيلا الدكتور داود كتاب، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي عبر سكايب من عمان. أستاذ أنور القاسم، برأيك يعني بين نظرية المؤامرة من عدمه، هل تم توظيف هذه التسريبات سياسيا وكيف؟ يعني دعني أولا أختلف قليلا مع زميلي داود كتاب. أولا يعني في الغرب لا توجد وجبة مجانية، أولا لا يوجد عمل فقط يعني من أجل الصالح، من أجل الخير، يعني هذه مواعظ دينية لا يمكن أن تكون في المال والسياسة. التسريب مقصود، بطبيعة الحال مقصود. نحن لا، كما قال زميلي محمد، ليست الغاية ملاحقة من الذي سرب، هذه ليس موضوعنا هنا ولا يهمنا بالأساس، لكن ما يهم في الموضوع ما بدأ يرشح من هذه الوثائق أن مخابرات دولية كبرى متعاونة بهذا الموضوع وسربت أيضا لها حسابات، ومنها مخابرات عربية، وذكر اسم، يعني بدون ما نذكر أسماء، خلينا مشان ما نحرج، ذكرت أسماء كثيرة، المخابرات العربية لها حسابات في هذه الجزر. أيضا ذكرت، ربطت إيران جيت بالموضوع، والمخابرات الأمريكية لها حسابات في هذا الموضوع. إذن هي مصلحة مخابراتية، مصلحة دولية عليا كانت موجودة في هذه الجزر. لماذا الآن هذه المصلحة بطلت؟ أو لنقل لماذا الآن؟ ببساطة شديدة، العقوبات التي فرضت على إيران مثلا طوال تلك الفترة ما حققت للغرب ما يشتهيه. أيضا الصراع الروسي الغربي الآن الصيني، لاحظ الآن الصين وروسيا باتا إلى حد ما في جبهة، طبعا مع جبهة واحدة مع اختلاف النظريات والمبادئ والدول والمصالح. والغرب أيضا، الصين كما يعلم زميلي محمد، الصين يعني قوة اقتصادية وسياسية طاغية ستصبح في المستقبل ربما، والغرب يعني ربما يكون يميل للمرة الأولى ميزان القوة الاقتصادية والسياسية منذ عشرات ومئات السنين من الغرب إلى الشرق. نحن ربما هذه قمة الجبل العائم، هناك الكثير من الأسرار تحت، لكن كما نعلم النظام المالي الأساسي خاصة نظام البطاقات والبنوك هو محكوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والشركات الأمريكية، خاصة النظام كما نعلم سويفت والأنظمة والفيزا كارد والماستر كارد وغيرها. باتت الدول الكبرى الآن إذا أرادت أن تضغط لم تعد الوسائل التقليدية من حرب وانقلابات داخل الدول وتزويد أسلحة تجدي هذه الدول، والدليل ما حصل في سوريا مثلا. الدول عبر تاريخها تتدخل، دول الغرب بعد سنة بعد فترة سنتين لتحسم الموضوع. هذا ما حصل في تشيكوسلوفاكيا، هذا ما حصل في ليبيا، هذا ما حصل في السودان، هذا ما حصل في اليمن، يعني وكلت في دول أخرى، هذا ما يحصل في العالم. في الآن هذه الوسائل القديمة ربما لم تعد تجدي، فالآن ممسك على اليد التي توجع اللي هي جيبتك الاقتصاد. وبالتالي الآن التسريبات الاقتصادية هي إحراج للكثير من الزعماء، للكثير من القادة، للكثير من الدول. روسيا الآن مستهدفة بشكل كبير، روسيا منخورة بالفساد خاصة من قبل مافيا كبيرة يقودها زعيم مافيا، هو زعيم دولة وبيديه كل شيء. الآن أمريكا غائبة، هذا يفسر مفهوم، يعني هذا يؤكد اختلافي، هذا يفسر أمريكا العالم، لنقل العالم نصف، ولكن تركيا غائبة أيضا. نعم، ليس كليا،
هناك غائبا لانه لم يترشح حتى الان كما قال زميلنا قبل قليل. يعني بالاردن لحاله حاطين 1700 هذول الكبار الحيتان الكبار. هذا في الاردن الذي لا هو دوله نفطيه ولا دوله غنيه ولا دوله بسيطه، فقس عليها باقي الدول. لماذا لا نسمع عن باقي الدول؟ يعني هناك يعني مش حيتان، هناك حيتان زرقاء كبيره جدا. طيب ساتابع معكم في هذا الحوار، ولكن مشاهدينا بعد فاصل قصير ثم نعود، تابعونا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في المشهد لهذا اليوم. نحن نتحدث حول تسريبات بنما التي كشفت أحد فصول مؤسسة الفساد الدولية. سيد محمد عايش، يعني لو انتقلنا إلى أو يعني ألقينا الضوء على المنطقة العربية، ما هي أبرز الحقائق التي كشفت عنها هذه الوثائق؟ يعني أهم نتيجة كانت ظاهرة أمامنا أن حجم الفساد في المنطقة العربية على يعني على علمنا السابق به، إلا أن الحجم الحقيقي لهذا الفساد أكبر بكثير لسببين. أولا أن هذه الشركة كشفت كميات كبيرة من الفساد الإضافي الذي لم نكن نسمع به أو نتوقعه في العديد من الدول العربية. والمسألة الثانية أن كل هذا الحديث، كل هذه 11 مليون وثيقة، طبعا حجم الموضوع العربي وما يتعلق بالدول العربية قليل أو قليل نسبيا من 11 مليون، ليست كلها عن الدول العربية، شيء بسيط، لكن كل هذا الحديث الذي يدور عن الفساد في العالم العربي ليس سوى أعمال شركة واحدة. طب ماذا عن الشركات الأخرى؟ بالتأكيد هناك مكاتب قانونية أخرى تفتح كثير من الشركات. إذا كان الحديث كما تفضل الدكتور داود، هناك 1700 شخصية من الأردن واردة في هذه الوثائق، فربما على أقل تقدير هناك 1700 شخصية أخرى لم تتعامل مع هذه الشركة التي سربت وثائقها، وإنما تعاملت مع شركات أخرى. إذا ما هو حجم الفساد؟ طيب في بلد مثل مصر، إذا كان هشام جنينة يتحدث عن 600 مليار دولار، وإذا كان الوثائق هذه كشفت كل هذا الحجم، وإذا كان الحديث عن الأموال المهربة أو الأموال المنهوبة لعائلة مبارك يدور عن 70 مليار، يعني هذه تقديرات سابقة كانت منذ أيام الثورة منذ العام 2011. طب إذن حجم الفساد في مصر ربما أكثر من 600 مليار، وأكثر مما قرأنا في بنما، وأكثر من تقديرات العام 2011 لفساد عائلة مبارك. حجم الفساد، هناك دولة فساد في مصر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، لأنه هذا الحال ينسحب على معظم الدول العربية إن لم يكن على كل الدول العربية. هناك مؤسسات فساد قائمة، هناك إمبراطوريات فساد في كل دولة عربية موجودة، لأنه لا يوجد قوانين تحمي المواطنين، ولا يوجد شفافية كافية حتى نستطيع من خلالها التحقق، ولا يوجد صحافة وإعلام، ولا يوجد قضاء في العالم العربي. بالفعل أنت كل الصحف العربية، طب أعطيني جريدة عربية واحدة باستثناء جريدة القدس العربي وجريدة القدس العربي في لندن، جريدة بريطانية مش عربية، أعطيني جريدة عربية واحدة نشرت عن وثائق بنما أصلا. هم لم يتعاملوا مع وثائق بنما من حيث المبدأ، يعني هم غير مكترثين، غير لا يتطلعوا. السبب في ذلك بسيط جدا، إنه هذه وسائل الإعلام في العالم العربي يمولها النظام الفاسد، يمولها مالك الشركة الفاسدة الموجودة في فيرجن آيلاندز والذي يهرب أمواله عبر بنما. ومن يدفع رواتب الصحفيين هو ذلك الفاسد، ومن ينفق عليهم هو ذلك الفاسد، وبالتالي هذه الصحيفة الفاسدة لا تنشر أي خبر يتعلق الفساد. وعندما تحدث رئيس الجهاز المعني بمراقبة الفساد في مصر عن الفساد أقيل من قبل الفاسدين، لأنه يهدد وجود الفساد. هناك إمبراطورية فساد موجودة في كل دولة عربية لا تستطيع أن تجابهها، لا تستطيع أن تقاومها. هذه إمبراطورية كبيرة، شبكة فساد كبيرة، وكل واحد فيها ينتفع من الآخر، ومصلحة الجميع أن يخفي هذا الفساد. طيب لكن يجب كشفها. طيب. ويجب عدم يعني. طبعاً هذا. أستاذ أنور القاسم، هنا سؤال يطرح في هذا الصدد، لماذا يضطر حاكم عربي أو الحكام، معظم الحكام العرب الذين ذكرت أسماؤهم وربما من لم تذكر أسماؤهم، إلى التحايل بهذا الشكل وهم يملكون هذه البلاد، يتعاطون معها كمزارع؟ ما الذي يخشونه حتى يودعون أموالهم في الخارج؟ وهذا ينسحب أيضا على المتنفذين الذين من الممكن أن يرشوا لكي لا يدفعوا ضرائب أو يغطوا على ثرواتهم. حينما يسرق حرامي منزلا أو
يسرق سرقة ما راح يخبيها بجنب البيت اللي سرقوه ولا بحد ببعض الشارع اللي سرقوه ولا بالحي اللي سرقوه ولا دائما هذا دائما هذه في عقلية الحرامي عقلية السارق عقلية اللي بيخاف دائما هذا اللي بيسرق دائما بيخاف يطلع حوله وين بده يبعد أكثر قدر ممكن مشان ما يضلوا ما يشوف حدا جنبه عم يراقبه ما يحصل هذه الدول حقيقة لا تأمن من استثماراتها في الداخل وقص عليها كل الدول العربية رغم ما قاله زميلي محمد أضيف عليه هناك شبكة بوزارات الداخلية العربية لحماية وتقنين يعني ضمن القانون الفساد بين الدول العربية حتى الاستثمارات بين الدول العربية يتم بين يعني بين هذه بين وزارات الداخلية لاحظ أقوى وزارات في الدول العربية هي وزارات الداخلية ليش؟ لأنه منوط فيها الأمن والسيطرة على الناس والسرقة وغير ذلك لاحظ أيضا الشركات الكبرى اللي هي شركات الهاتف الكبيرة والموبايل في كل الدول العربية يسيطر عليها علية القوم وأبناء الرؤساء والزعماء ويعني الناس المتنفذون هذه يعني خطيرة جدا الآن يعني يجب التركيز على هذا الموضوع الآن رغم يعني رغم حقيقة الخجل الكبير في الصحافة العربية يعني أنت مسروق أنت مسروق لماذا لا تكشف هذه السرقات حجم الأموال الموجودة في هذه البنوك تستطيع أن تعمر بالبلدان يعني كما تفضل في مصر تستطيع مصر أن تعيش ببحبوحة والمواطنون إذا عادت تلك الأموال أن تصبح دولة غنية ونامية الأموال المنهوبة من سوريا تستطيع أن تعيد إعمار سوريا يعني هناك أحد الوثائق لا أعلم مدى صدق إيتها أن يعني أن رامي مخلوف وضع 10 مليارات دولار فقط في فرع لبنك HSBC 10 مليارات بفرع واحد لبنك مليارات جنيه استرليني يعني تطلع 15 أو 16 مليار دولار فلاحظ أنت هذه الأموال طبعاً هذه مكان واحد لاحظ هذه الأموال إذا عادت إلى البلاد هذه ماذا تستطيع أن تفعل هذه أموال منهوبة في الماضي حقيقة كانت هناك اتفاق ما بين الدول المنتصرة في الحرب أن تكون سويسرا ملاذاً قانونياً لا يطاله القانون يعني يجب أن يبقى هناك مسرب ما لهذه الأموال أو للعمليات بعيدة عن الأعين الآن هذا المسرب الذي أيضا وفرته الجزر البريطانية الآن يعطيك العافية سكرنا وبنك HSBC يغلق حسابات لبعض الناشطين حسابات بسيطة وبعض الجمعيات الخيرية في حين يستقبل هذه الأموال الضخمة من أناس من شخصيات أصلا هناك حظر عليهم ضمن لا ما تلومش بنك HSBC لسبب بسيط أنه هذول الشخصيات الناشطة التي تتحدث عنها هناك وراءهم من يلاحقهم قانونيا في هذه الدول فيقوم البنك بإغلاق حساباتهم حط هذا الكلام على الجانب طب اللصوص الموجودين في العالم العربي لماذا لا توجد دولة عربية واحدة تلاحقهم تطالب بنك HSBC بإغلاق حساباتهم وتجميدها طب أعطيني مطالبة واحدة من مصر منذ الثورة قامت لإغلاق أو تحصيل أموال عائلة مبارك الموجودة في الخارج وهنا طب أنت هل تريد من بنك HSBC أن يكون حريصا على أموالك أيها المواطن العربي أكثر من حكومتك وأكثر منك وأكثر من منظمات يعني نفهم ما قالوا الكاتب دويل مكمانس في صحيفة لوس أنجلوس تايم بقوله أن الولايات المتحدة تعاني من مشكلة فساد يتصل للأموال السرية وأمريكا تعتبر منافسا نشطا في تجارة خدمات الفساد رغم أن معظم الأموال المذكورة كان مصدرها فساد في دول أخرى إذن هناك ما يمكن اعتباره تغطية من قبل هذه الدول أو المجتمع الدولي على الفساد حول العالم أي طبعا هؤلاء مسؤولين فاسدين ولا يوجد أجهزة رقابية يعني احنا بنتكلم عن دول في العالم العربي احنا عندنا بعض الدول في العالم العربي لا يوجد فيها برلمان ولا أحزاب ولا نقابات ولا جمعيات خيرية حتى جمعيات خيرية ممنوع تأسس في بعض وإن وجدت فهي سورية ولا الحاكم الفاسد نفس الفاسد اللي بيملك الشركات اللي موجودة في فيرجن آيلاند يعني إحنا هو يملك البلاد والعباد يملك الأرض والإنسان والهواء والماء وكل شيء وبالتالي من يحاسب هذا الرجل أنت أعطيني آلية لحساب هذا الرجل بل على العكس هو يمتلك السلطة التي تحمي فساده يمتلك السلطة
التي تحمي فساده. وبالمناسبة تعليقا على الأرقام اللي تفضل فيها الأستاذ أنور عن رامي مخلوف وعشرة مليارات، هذا رقم مش كبير. نعم. لأنه بفرع واحد، بفرع بنك واحد، هذا أي مش حجم الأموال. نعم. أنا حكي لك ليش رقم مش كبير، لأنه في شركة واحدة لحاكم عربي واحد تمتلك عقارات فقط في وسط لندن، في حي ماي فير في وسط لندن، يعني بالقرب من السفارة الأمريكية في وسط لندن، في منطقة صغيرة قريبة من حديقة هايد بارك، تمتلك عقارات بمليار وسبعمائة ألف جنيه استرليني، يعني حوالي مليارين ونص دولار. هذا فقط الأصول العقارية، شقق أصول عقارية لشركة واحدة لحاكم عربي واحد في منطقة واحدة من لندن. احنا لسه ما حسبناش ممتلكاته في لندن، وما حسبناش ممتلكاته في بريطانيا، وما حسبناش باقي الشركات. طيب انت بتحكي عن رامي مخلوف مسكين، اذا 10 مليارات والله يا عم، هناك حديث هذا زلمه غلبان، هذا زلمه غلبان وجزء على الصدقه دولار. يا راجل نعم، بجزء على الصدقه هذا. على كل حال طلعوا زكاه اموالكم، طلعوا له اياها لرامي مخلوف. استاذ انور لديه مليارات، عشرات المليارات. طبعا هذه وديعه واحده، اكيد وديعه واحده العشرات. استاذ انور القاسم، هل تعتقد بانه يمكن ان تؤثر مثل هذه التسريبات على الفاسدين في العالم العربي؟ بالتاكيد، أولا لن تؤثر عليهم نتيجة ضغط داخلي وتحرك داخلي ومتابعة داخلية، ستكون خارجية. أولا هناك حاجة كبيرة الآن، أنت تعلم الدول العربية للأسف الشديد لديها الكثير من الصناديق الاحتياطية الضخمة الهائلة في الغرب، كل ما حصلت حرب تمول من تلك الصناديق، يعني الدول التي تحتضن تلك الصناديق تأكل هذه الصناديق. مثلا أيام حرب الكويت، الصندوق الاحتياطي الضخم الذي كان في إسبانيا مثلا 30 مليار تبخر، طار 30 مليار بهذاك الوقت، أنت عم تحكي 300 مليار الآن. قس على ذلك أثناء حرب الخليج ما تبع ذلك. الآن الأموال العربية أو الشركات هذه الموجودة كما تحدثنا في بداية هذه الحلقة، هذه ستدفع يعني ثلثين قيمتها إذا مش أكثر الآن ضرائب، لا تقدر تحصل على، يعني لازم تدفع 8 أو 9% لتحصل على 10%، يعني لتحصل على ما تبقى. أنا أعتقد هو إحراج كبير جدا، هي نوع يشكر عليه الغرب الآن. طبعا هو أساس وأساس البلاء حقيقة الغرب، وهو أساس الفساد، وهي لعبة غربية كانت دائما هذه الملذات الضريبية لسرقة الدول، حتى هذه الدول التي تتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمساعدات والشفافية هي التي تحتضن الأموال المنهوبة من هذه الدول. لاحظ الأموال التي نهبت من ليبيا أتت إلى هذه البلاد وسمح لها للغرب، كل دول الغرب. نفس الشيء الأموال في سوريا الآن تحتضن وتحتضن بالكثير من الحميمية في كل الدول الأوروبية، هذه الدول التي لديها مفاتيح حقيقة التحويلات وتعلم كم قرش لديك في تسمح بها. يعني هناك أيضا نوع من النفاق الغربي، أيضا يجب أن لا نحمل أو نضعه الغرب على أساس أنه حامي يعني بشكل كبير، لكن بشكل أو بآخر هي نوع من الضربة للكثير من الذين سرقوا ونهبوا البلاد والذين لديهم الكثير من الأموال، أن يدفعوا الآن نتيجة هذه أخطائهم وسرقاتهم وقلة ضميرهم الآن أن يدفعوا. لكن هذا يحتاج أيضا تحركا حقيقة، يحتاج أقل شيء تحرك إعلامي عربي الآن، تحرك شعبي، تحرك من المجتمع المدني، تحرك من المثقفين. أين المثقفين؟ أين المقالات الآن؟ تحرك من الكثير من الجهات. لكن للأسف الشديد الكثير من الإعلاميين الآن مغلوب على أمرهم، يعملون ضمن وسائل إعلامية تحسب أيضا على جهات أو وإذا كانت هذه الصحف لا تستقبل هذه المقالات كما قال الأستاذ محمد عايش، لا أحد يكتب في هذا الصدد. أستاذ محمد عايش، يعني من ويكيليكس إلى سنودن إلى وثائق بنما اليوم، هل تغير شيء؟ وهل يمكن أن يؤثر هذا وثائق بنما هذه في المستقبل في شيء؟ أنا أظن أن الذي تغير أو التغير الاستراتيجي الذي شهده العالم هو أنه لم يعد هناك أسرار، وبالتالي كل فاسد لم يتم الكشف عنه اليوم سوف يأتي يوم ويتم اكتشاف أمره وافتضاح أمره، وبالتالي يمكن أن يقتص منه شعبه يوما ما. وبالتالي هذه التغيرات التي يشهدها العالم وثورة التكنولوجيا وإمكانية القرصنة وعدم وجود أسرار في الحقيقة، يعني هو حتى كل إيميل يرد من جهة إلى جهة ثمة من يستطيع اختراقه وانتهاكه وقراءته والتوصل إليه، وبالتالي العالم تغير. زمن الأسرار ذهب إلى غير رجعة، الآن لم يعد هناك أسرار، كل الوثائق
الحقائق أصبح من الممكن الوصول إليها، والمسألة فقط مسألة وقت ليس أكثر. أيضا معلومات أصبحت متاحة، أيضا هناك ثورة إعلامية كبيرة. الإعلام في العالم العربي إذا كان سوف يواصل لعب دور النعامة بأن يضع رأسه في التراب ويظن بأن لا أحد يسمع ولا أحد يشاهد فهو واهم. الأنظمة العربية التي كانت تدير تلفزيونات وصحافة السبعينات إذا كانت تريد أو مصممة على أن تواصل نفس الطريقة في إدارة هذا الإعلام فسوف تخسر، هي التي سوف تخسر. هذه أموال يتم تبديدها على وسائل إعلام تتجاهل الحقائق، ومن ثم هذه الحقائق تصل عبر طرق مختلفة إلى المتلقي النهائي وإلى رجل الشارع وإلى المواطن المتضرر من هذا الفساد. وبالتالي هناك تغير استراتيجي في العالم. هذه التسريبات سواء سنودن أو ويكيليكس أو تسريبات بالمناسبة أو بنما، وبالمناسبة جزء كبير من هذه التسريبات، يعني مثلا تسريبات ويكيليكس جزء كبير منها ليس مهما، ما في فضائح، ما في فضائح، لكن أيضا مجرد وصولها إلى رجل الشارع، مجرد وصولها إلى القارئ، مجرد وجودها على الإنترنت وبإمكانك أن تقرأ وتشاهد، هذا بحد ذاته ضمانة للناس بأن يمارسوا حقهم في الوصول إلى المعلومات. بالمناسبة أشهر شركة في العالم تقوم بإنتاج برامج القرصنة تعرضت هي للقرصنة، اللي هي شركة هاكينج تيم، وهي شركة إيطالية بالمناسبة باعت برامج تجسس لمصر، والآن تطالب مصر بأن تسلمها نتائج برامج التجسس. طالبت مصر بتسليمها 1,000,000 سجل مكالمات عشان قضية الإيطالي الذي قتل. هذه مصر تتجسس على النظام في مصر، يتجسس على مكالمات الناس ببرامج مصنعة في إيطاليا، أنتجتها شركة هاكينج تيم، وأحد هذا أحد هذه البرامج تم بيعه لمعظم الدول العربية، معظم أجهزة الأمن في الدول العربية، واسمه ريموت كنترول سيستم، وثمن البرنامج 80,000 يورو، يعني ثمن زهيد بالنسبة للدولة. وحتى هذه الشركة تعرضت للقرصنة، وانكشفت الدول أو الأجهزة الأمنية في العالم العربي التي تشتري من هذه الشركة برمجيات القرصنة وتقوم بالقرصنة على مواطنيها. وبالتالي حتى الذين يعني يبيعون المية إجا اللي يبيعهم مية في حارة سقايين بمعنى. طيب أخيرا أستاذ أنور القاسم، يعني يقال على ذكر ويكيليكس بأنها كانت محفزا للناس لانطلاق الربيع العربي اليوم، وثائق بنما، ما الذي ستشكله اجتماعيا وشعبيا في العالم العربي؟ ما الذي ستغيره؟ يعني نأمل أن تكون يعني ثورة كما حصلت، يعني ثورة مالية أو ثورة على الفاسدين أو ثورة لكشف السرقات النهب. أنت تعلم أن منذ 100 عام نهب الثروات في الدول العربية وخاصة من أبناء هذه الدول، ليس فقط المستعمرين. دائما نضع اللوم نحن على المستعمرين، نهب ونهب. لدينا من المستعمرين الداخلين ما نهب أضعاف ما نهب المستعمر الخارجي. الآن أنا أعتقد أن لن تكون النقطة المهمة التي أشار لها زميلي محمد، أنها يعني لم يعد أي شيء خافي، لا تستطيع أن تكنس تحت السجاد بعد الآن. يعني وأيضا أنا لا أعتقد أن هذه الوثائق رغم حجمها الضخم أن يكتفي العالم بهذه الوثائق. أنا أعتقد أن العالم العربي سيتعرض لخضة شديدة جدا اقتصادية، وبدأت هذه الخضة حقيقة. أنا أعتقد أنها هي كما كان هناك وثائق سياسية أمنية عسكرية، الآن هناك وثائق مالية، وهذه لن تكون نهاية الوثائق. سنرى الكثير من الوثائق في المستقبل، وأنا أعتقد أنها ستتفاعل وسنرى الكثير من التفاعل معها، وقد تطير بعض الرؤوس الاقتصادية والسياسية نتيجة هذه التسريبات. أشكرك جزيلا السيد أنور القاسم الصحفي في جريدة القدس العربي على حضورك معنا، كما أشكرك سيد محمد عايش الخبير في شؤون الاقتصادية على حضورك معنا، كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. ألقاكم بخير، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.